بسم الله الرحمن الرحيم. المرة الماضية بدأنا في تطبيقات على استخدام التكامل في حساب الحجوم، وأخذنا على ذلك طريقتين. الطريقة الأولى كانت طريقة الديسك، وهذا للمجسم المصمت، ثم أخذنا طريقة الووشر، وهذا للمجسم اللي فيه تجويف من الداخل. اليوم نأخذ الطريقة الثالثة، وهي طريقة القشرة الأسطوانية، يبقى سيلندريكال شيل قشرة أسطوانية. أعطيك مثال، هات واحد يعطيني دفتر وأعطيني دفترك أشوف. تمام، الدفتر هذا لو عملناه على شكل أسطوانة بهذا الشكل، تمام، يبقى هي أسطوانة بهذا الشكل زي ما أنتم شايفين. الفكرة من الموضوع بدي أجيب حجم المجسم اللي قدامي هذه، فلو أخذت ورقة من الورق تبع الدفتر يبقى هذه الورقة تعتبر قشرة أسطوانية، تمام. القشرة الأسطوانية لو جبت المساحة الجانبية لها وكملت عليها بيعطيني قديش مقدار الحجم تبع الأسطوانة داير ما يدور. هذا للتوضيح ليس إلا. طيب الآن بدي قديش المساحة الجانبية للأسطوانة. المساحة الجانبية للأسطوانة هو 2 طه نق محيط القاعدة اللي هو بيكون دائرة في الارتفاع تبع الأسطوانة الدائرية القائمة، يبقى 2 طه نق هو المساحة الجانبية للأسطوانة. بدي أكامل عليها بيعطيني إيه؟ بيعطيني قديش حجم المجسم أو الأسطوانة اللي عندنا هذه. واضحة هذه؟ الآن هذه على الطبيعة بدنا نشوفها من خلال الكلام اللي قدامنا أنا. تفضل. يبقى بدنا نيجي الكلام اللي احنا كاتبينه، volumes by cylindrical shells، الحجوم باستخدام القشر الأسطوانية. بيقول لي the volume of the solid، حجم المجسم، generated by revolving the region، المتولد من دوران المنطقة ما بين محور X وما بين الرسم البني ل positive continuous function، يبقى الدالة دالة متصلة وأعلى ال X axis، ها اللي واي تساوي اف اوف اكس اباوت ذا لاين اكس يساوي ال. اكس يساوي ال قد يكون محور واي وقد يكون خط موازي لمحور واي، لانه اكس يساوي رقم، تمام، سواء كان هذا الرقم موجب او سالب بهمنيش، بهم انه في عندي دوران حوالين هذا المحور. از الفوليوم في يساوي تكامل من اي الى بي ل 2 طه نق في الارتفاع تبع الأسطوانة، 2 طه شيل ريديوس يبقى نصف قطر القشرة الأسطوانية القاعدة تبعتها، في الشيل هايت في الارتفاع تبع مين؟ تبع الأسطوانة، تمام. أو اختصارا بقول تكامل A إلى B 2 باي X في الإف أوف X دي X. تعالوا نشوف هذا الكلام على الطبيعة. أنا عندي منحنى زي ما أنتم شايفين y تساوي f of x وخليته أعلى محور x، ممكن يتقاطع مع اللاين إله ممكن ما يتقاطعش، يبقى أنا جبتك الجنرال فورم الشكل العام سواء تقاطع مع ال أو لم يتقاطع. هذا المنحنى حصر لي مساحة، المساحة اللي بينه وبين محور x اللي هي المساحة المظللة اللي قدامنا هذه. مالها هذه؟ هذه قامت دارت حوالين الخط اللي هو X يساوي L، الخط اللي عندنا هذا. يبقى حيجيني شكل في الناحية الثانية تماما زي هيك ويجيني بالشكل هذا، تمام. يبقى هذا المنحنى اللي حيجيني فوق بالشكل اللي عندنا هذا زي اللي هناك بالضبط، والبي اللي هناك حتجيني بي زيها هنا بس بإشارة مين؟ سالم. والإيه اللي هناك حيجيني إيه زيها بس بإشارة سالم، يبقى هذه سالب إيه وسالب بي. يبقى هذه عند دورانها بدها ترسم لي محيط دائرة، تمام، وهذه عند دورانها كذلك بدها ترسم لي محيط دائرة زي ما انتم شايفين بالشكل هذا. يبقى هذا الشكل المجسم الناتج من الدوران. لسه ما تكلمتش في الشل، انا اعطيتك شكل المجسم، هذه الشقة الثانية كمان بتكون برضو مظللة زي اللي هناك بالضبط تماما. يبقى هذا شكل المجسم الناتج من الدوران. هذه اللي جوه هيك ها صغيرة، هذه
بتكون بالشكل هذا، يعني كأنه في تجويف. كويس. الآن المجسم اللي عندي، سيبك من التجويف، المنطقة هذه ودائر ما يدور حواليها وكله مصمت، تمام. الآن بدنا نروح نعمل سيلندريكال شيل، بدنا ناخذ مقطع، والمقطع هذا على شكل أسطوانة. يبقى بالداجي في الحالة هذه بعكس مين ما كنا نعمل المرة اللي فاتت في الديسك وكذلك في الوشر، بقينا بنرسم خط يقطع منطقة التكامل وعمودي على محور الدوران، مظبوط. اليوم بدنا نعمل خط يقطع منطقة التكامل وموازي لمحور الدوران على عكس المرة اللي فاتت. يبقى بدي أقول لو كان عندي هذا الخط بالشكل اللي عندنا هذا، واضح أظن شايفينه، تمام. يبقى هذه النقطة عند دورانها بدها ترسم لي محيط دائرة، بدها تجيني هيك بالشكل اللي عندنا هذا، هذا هيك وهذا بده يجيني هيك، وهذا الخط الرأسي هيو، ومن هنا بدها تعمل لي محيط دائرة بالشكل اللي عندنا هذا، تمام. طيب لو جيت قلت هذه نقطة الأصل على سبيل المثال، يبقى هذا البعد لحد هنا قديش بده يكون؟ إكس، يعني إكس البعد من نقطة الأصل هذه لغاية النقطة هذه، يبقى هذا هو إكس. شايفين الأسطوانة الخضراء هذه؟ الأسطوانة الخضراء هذه اللي هي الشل، زي ما وريتكم تو ساعة، هي إحدى الورقات من الدفتر اللي عملناه على شكل أسطوانة. يبقى الخضرة هذه هو السيلندريكال شيل، القشرة الأسطوانية. بدي أجيب قديش المساحة الجانبية لها، هذا نصف القطر اللي هو قديش إكس، المساحة الجانبية 2 طه نق، يبقى 2 باي إكس، تمام. في مين؟ في الارتفاع، الارتفاع اللي هو F of X هذا، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا هو الارتفاع اللي عندنا اللي هو الاف اوف اكس، يبقى هذا بيعطيني المساحة الجانبية للأسطوانة. من هنا قلنا الفوليوم في بده يساوي تكامل 2 باي اكس في الاف اوف اكس دي اكس، نكامل عليها بطلع لي قديش حجم المجسم المصمد داير ما يدور اللي عندنا هذا. يبقى وضح شكل السلندريكال شيل هذا. لو كان التكامل بالنسبة إلى إكس، يبقى هنا بفرق عن المرتين الماضيتين أن المقطع اللي الخط المستقيم اللي بنرسمه، بدل ما كنا نرسمه عمودي على محور الدوران، اليوم نرسمه موازن لمحور الدوران، وهذا الخط الموازي هو F of X، وبظل عندي X اللي تمثل مين؟ نصف القطر اللي عندنا. يبقى 2 باي X F of X، بكمل هي بكون جبت حجم هذا المجسم. هذا الدوران حوالين خط اللي هو محور واي او موازي لمحور واي، ممكن يكون الدوران حوالين خط موازي لمحور اكس، تمام. يبقى ان حدث ذلك بده يصير التكامل بالنسبه الى واي، يبقى بصير تكامل 2 باي واي اف اوف واي دي واي. طبعا هذه كامثله على الشقتين، كيف هذه وكيف هذه. يبقى الفكره في الاساس بس تعرف اللي هو شكل نصف القطر تبع السلندريكال شيل، وتعرف الارتفاع. ضروري كل مرة ارسم الرسم هذا؟ لا مش ضروري، بس ارسم لي منطقة التكامل، وارسم لي خط يوازي محور الدوران، وحدد لي قديش بعد طرف الخط عن المركز اللي عندك، بيكون هذا هو نصف القطر، والخط اللي رسمته بيكون هو الشيل هايت، هو الارتفاع او الارتفاع الجانبي للأسطوانة. وبعد هيك حدود التكامل ممكن تكون محددة عندك، ممكن انت بدك تحددها من حل مستقيمات مع منحنيات او منحنيات مع بعضها الى اخره، كما سنرى بعد قليل. حدا يلو يتساوي هنا، هذا كل الجزء النظري اللي موجود في هذا السكشن، بس الكلمتين اللي قدامك على اللوحة دول. حدا يلو يتساول؟ طيب نبدأ في الأمثلة. نيجي لأول مثال على هذا الموضوع، يبقى examples. أول مثال من هذه الأمثلة، بقول find the volume of the solid. Find the volume of the solid generated
by revolving generated by the region revolving by the volume of the solid generated by revolving the region between the region of the solid generated by revolving the region bounded بدل between بدنا نكتبها bounded إنه between بين اثنين bounded والمغلقة ب by the curves المنحنات y تساوي x تربيع و y يساوي 2 ناقص x and x تساوي 0 for x greater than or equal to 0 about the y axis about the y axis حوالين محور y. خلي بالك هنا نيجي نرسم اللي هو المنطقة اللي محدودة بالمنحنيات اللي عندنا. قال لي المنحنى الأولاني y تساوي x تربيع. إذا لو جيت رسمت هذا المنحنى هذا محور x هذا محور y هذه نقطة الأصل. يبقى هذا y تساوي x تربيع. تمام؟ بعدين قال لي الخط المستقيم y تساوي 2 ناقص x. إذا لو كانت الاكس بزيرو واي يبقى قديش؟ باثنين يبقى هذه اثنين ولو كانت الواي بزيرو اكس باثنين يبقى باثنين هذه الاثنين اللي عندنا هذه يبقى هذه كمان اثنين يبقى هاتان النقطتان تقعان على الخط المستقيم اللي عندنا يبقى رحنا رسمنا هذا الخط المستقيم بالشكل هذا دوري يبقى هذا هو الخط المستقيم وكمان مين والإكس يساوي زيرو الإكس يساوي زيرو اللي هو محور واي يبقى هاي المنطقة اللي موجودة وين اللي موجودة عندنا يبقى باقي المنحنى هذا كله مش لازم لي المهم هاي المنحنى رسمناه وهذا الخط اللي هو مين واي يساوي 2 ناقص إكس هاي المنطقة المظللة المنطقة المظللة اللي بدها تدور حوالين مين؟ حوالين محور واي، إذا أنا بدي أروح أرسم خط يقطع منطقة التكامل وموازن لمحور واي، تمام؟ يبقى بدي أجي أقول له هذا خط يقطع منطقة التكامل وموازي لمحور واي، تمام؟ النقطة هذه ها لو جيت وصلت هنا يبقى بدي أقول البعد هذا كله من هنا لهنا إيش يمثل؟ اكس يبقى هذا عبارة عن مين نصف القطر يعني لو جيت من هنا رسمت نص دائرة بيكون هذا هو نصف قطر الدائرة طب والارتفاع تبع الدائرة الجزء اللي في المنطقة المظللة اللي تحت ملوش دعوة تمام اذا انا بدي اعرف قديش هذا طول الخط الاخضر قديش كويس 2 ناقص اكس اللي هو بعد الخط اللي عندنا هذا عن محور اكس بدي اشيل هذا البعد قديش اكس تربيع اذا هذا الخط او هذا الجزء هو عبارة عن 2 ناقص اكس ناقص اكس تربيع يبقى هذا هو الذي يمثل عندي هنا مين الاف اوف اكس اللي هو الارتفاع تبع مين تبع الاسطوانة او تبع السلندريكال شيل يبقى كويس يبقى بدي اكمل بالنسبة لإكس اذا بدي اعرف إكس ستتغير من وين لوين طبعا إكس ستتغير من زيرو لغاية اخر نقطة هنا اخر نقطة هنا قديش انا مش عارف اذا بدي اروح احل معادلة الخط المستقيم مع مين مع منحنى البارابولا واي تساوي إكس تربيع اذا
بدي اقول له اكس تربيع يساوي 2 ناقص اكس، هاي سويناهم ببعض. يا شباب لو كملت هذا هيك بده يحصل تقاطع من سالب 2، ماليش دعوة فيها، هذه برا المنطقة. يبقى انا عندي بس اكس يساوي قديش؟ 1. اذا بدي اجي اقول له الفوليوم في بده يساوي تكامل من 0 ل 1 لل 2 باي اكس في الاف اوف اكس. اف اوف اكس اتفقنا اللي هو البعد، هذا اللي هو ميم، اللي هو الاكس 2 ناقص اكس، 2 ناقص اكس ناقص اكس تربيع كله بالنسبة لمين؟ الى اكس. او هذا 2 باي برا تكامل من 0 ل 1 لل 2 اكس ناقص اكس تربيع ناقص اكس تكعيب كله بالنسبة الى اكس. النتيجة تساوي 2 باي هايها برا وتكامل هذا اللي هو اكس تربيع على 2 مع ال 2 الله يسهل عليها ناقص اكس تكعيب على 3 ناقص اكس اس 4 على 4 كله من عند الزيرو لغاية مين؟ لغاية الواحد. يبقى يساوي 2 باي بدي اعوض بالقيمة اللي فوق، يبقى 1 ناقص ثلث ناقص ربع ناقص كله الباقي بقديش؟ بزيرو. هذا الكلام بده يساوي 2 باي في المضاعف المشترك كلهم قديش؟ 12. يبقى هنا 12، 12 على 3 فيها 4 و12 على 4 فيها 3. هذا الكلام بده يساوي 2 باي هيها برا في 3 و4 7 من 12 بضل قديش؟ 5 على 12، يعني 5 باي على 6. هذا قيمة الحجم تبع المنطقة اللي عندنا هنا. نعطي كمان مثال example 2 برضه بيقول find the volume of the solid. على أي حال المثال الأول يا شباب هو سؤال 9 من الكتاب، ومثال 2 هو سؤال 21 من الكتاب. بيقول لي find the volume of the solid generated by revolving the region bounded by the curves y تساوي جذر الاكس والواي تساوي 0 and الواي تساوي اكس ناقص 2 about the x axis حوالين محور مين؟ حوالين محور اللي هو اكس. نرجع الكلام اللي احنا كاتبينه مرة تانية. ايوه. تقدر تحل بالطريقتين. يعني هذه انا بقدر احلها بالسلندريكال شيل. وبقدر احلها بالووشر. بالشنتين بقدر احلها. تمام? الحين اعطيك مثال. الحين اعطيك مثال ونحله بالطريقتين وبقول لك انه بعطيني نفس النتيجة. وبالتالي اذا انا قيدتك بطريقة بدك تلتزم فيها. ما قيدتك خلص لك الحرية. تمام? سؤال وجيه سؤاله يعني. يعني انا اذا السؤال بنحل هذا سؤال بنحل بالوشر بسهولة كمان. غير حكاية الاداء. طيب على اي حال نرجع لمين? نرجع لسؤالنا هذا. قال لي هات لي حجم المجسم المتولد بدوران المنطقة المحدودة بالمنحنى. واي تساوي جذر الاكس. معروف بالنسبة لنا.
واي تساوي زيرو، محور اكس واي تساوي اكس ناقص اثنين بنرسمه، والدوران بده يكون حوالين مين؟ حوالين محور اكس. اذا ليس بالضروره نرسم الرسمه كامله، بدنا نرسم بس المنطقه اللي بدها تدور. اذا انا لو رحت قلت هاي المحاور اللي عندنا، هذا محور اكس، هذا محور واي، هذه نقطه الاصل اللي هو زيرو. واي تساوي جذر الاكس يا ما رسمناه خلال هالفصل هذا، كله بيعرف يرسمه. يبقى هذا واي تساوي جذر الاكس. بعد كده قال لي واي تساوي زيرو، واي تساوي زيرو هو مين؟ محور اكس. واي تساوي زيرو هو محور اكس. بعد كده قال لي الخط واي تساوي اكس ناقص اثنين، بحدد نقطتين عليه وبقوم بوصل فيما بينهما. لو كانت الاكس بزيرو فواي بسالب اثنين، يبقى هاي سالب اثنين. لو كانت واي بزيرو اكس باثنين، يبقى هاي عندنا مين؟ اثنين. بيجي بوصل فيما بينهما وبمد الخط على استقامته. يبقى الان المنطقة اللي احنا بدنا اياها هي هذه المنطقة، والباقي كله مش لازم لي. تمام؟ طيب هذه المنطقة بدها تدور حوالين مين؟ حوالين محور اكس. بدي اروح اهلها بالسلندريكال شيل مش بالوشرة، يبقى موضوعنا السلندريكال شيل. يبقى بنروح ارسم خط يقطع هذه المنطقة وموازن لمحور الدوران. يبقى باجي بقول لو جيت اخذت هذا الخط الافقي شكله ان هذا قطع منطقة التكامل وموازي لمحور الدوران، يبقى هذا يعتبر ارتفاع السلندريكال شيل، مظبوط. بدي نص القطر، يبقى باجي بنزل عمود من هنا بيكون هذا نصف القطر. طيب هنا التكامل بده يكون على عكس اللي قبله، اللي قبله كامل بالنسبة لمين؟ هنا بده كامل بالنسبة إلى واي. إذا هذا البعد لو جيت قلت اكد افقي هذا واي، الارتفاع واي، يبقى بده يكون نصف القطر هذا هو واي. يبقى ضايل عندي اعرف قديش الطول اللي عندنا هذا بدلالة مين؟ بدلالة واي. هذا واي تساوي جذر الاكس، يعني اكس يساوي واي تربيع. يبقى اكس يساوي واي تربيع اللي هو مين؟ الجزء المنقط اللي عندنا هذا، مظبوط. يبقى هذا الجزء فقط هو اكس يساوي واي تربيع، ربعنا الطرفين اللي هنا. هذا الخط اللي هو معادلته كانت ايش؟ كانت واي تساوي اكس ناقص اثنين، او الاكس يساوي واي زائد اثنين. تمام؟ اذا باجي بقول البعد الكبير ناقص البعد الصغير، يبقى هذا الطول يمثل البعد هذا كله لواي زائد اثنين ناقص البعد هذا اللي هو مين؟ واي تربيع. ظلت عندي الواي ستتغير من عند الزيرو لعند ابصر قديش لحد هنا. تمام؟ يبقى بدي اعرف قديش الاحداث تبع واي هذا. مشان هيك بدي اروح احل المعادلة هذه بالنسبة لمين؟ الى واي. هذه النقطة تقع وين؟ على المنحنيين. يبقى بدي اروح اساوي المعادلتين ببعض اللي هو واي تربيع يساوي واي زائد اثنين. او بمعنى اخر لو عملت معادلة صفرية بصير واي تربيع ناقص واي ناقص اثنين بده يساوي قديش؟ زيرو. او لو حللتها اقواس بالشكل هذا بده يساوي زيرو. يبقى هاي واي وهاي واي وهاي واحد وهذا اثنين وهذا ناقص وهذا زائد. زائد واي وناقص اثنين واي بناقص واي، يبقى تحليلنا سليم 100%. يبقى بناء عليه هذا بده يعطيني انه واي تساوي سالب واحد والواي يساوي قديش؟ اثنين. ايش رايك في واي تساوي سالب واحد هذه؟ مرفوضة لماذا؟ لان بتجيني تحت. هذا لو كملت هيك
كملت المنحنى بده يتقاطع هنا وبتجي سالب واحد، ماليش علاقة فيها، يبقى واي تساوي اثنين اللي هو البعد اللي عندنا هذا، يبقى بده يصير التكامل عندي من زيرو لغاية قديش؟ اثنين. طيب هذه لو كانت واي تساوي اثنين يبقى الاكس تساوي قديش؟ واي تساوي اثنين اربعة، يبقى النقطة هذه اللي احداث يتابعها اللي هو اربعة واثنين. تمام؟ كيف اربعة واثنين؟ شو المنحنى هذا؟ واي تساوي جذر الاكس، واي باثنين يبقى اكس بقديش؟ اربعة، بتربع الطرفين. وين اثنين؟ هذا اثنين البعد الافقي يا راجل، هذا البعد، احنا نتكلم على بعد رأسي، مش احنا طلعنا واي باثنين؟ حطها في اي معادلة بدك اياها، حط واي باثنين بصير اكس باربعة، حط واي باثنين بصير اكس باربعة، لان النقطة تقع على المنحنيين بتحقق كل منهما. اذا الفوليوم في بده يساوي تكامل من زيرو لغاية قديش؟ لغاية اثنين، للاثنين باي واي في نصف القطر اللي عندنا هذا، نصف القطر اللي عندنا اللي هو واي زائد اثنين ناقص اللي هو مين هذا؟ ها هذا واي زائد اثنين ناقص واي تربيع، يبقى في واي زائد اثنين ناقص واي تربيع، كل هذا الكلام بالنسبة لمين؟ الى دي واي. يبقى الفوليوم في بده يساوي اثنين باي برا، تكامل من زيرو لغاية اثنين، بدي ادخل الواي جوا يبقى واي تربيع زائد اثنين واي ناقص واي تكعيب، كله بالنسبة لمين؟ لدي واي. يبقى هذا الكلام يساوي اثنين باي في واي تكعيب على ثلاثة زائد واي تربيع اثنين مع اثنين مع السلامة، واي أس أربعة على أربعة من زيرو لغاية اثنين يساوي اثنين باي برا، بدي اشيل كل واي وحط مكانها اثنين، يبقى تمانية على ثلاثة زائد اربعة ناقص ستاشر على اربعة اللي هو بقديش؟ باربعة، اربعة مع اربعة بصير، يبقى هذا ستاشر باي على ثلاثة، هذا حجم مين؟ حجم هذه المنطقة. ايوه، ايش رايك تيجي هنا على اللوحة نشوفك شوية؟ الحق تعالي شوف، خلي بالكم يمكن يجاوب على بعض اسئلتكم. اه تفضل. تمام. طيب انا بكامل بالنسبة ل انا بكامل بالنسبة لواي ولا بالنسبة لاكس؟ طيب انت من صفر لاربعة ليو اكس؟ مالك؟ ايوه اطلع كل زيه. لا طيب لو كانت واي تساوي ابسولوت الاكس، لو كانت ايش؟ بدل واي جدل الاكس ابسولوت الاكس، ابسولوت فاليو الاكس. ايوه حتكون راس، حتكون على الجهتين. كيف حالك انت؟ بصير بصير بالدور، استنى شويه، بصير دوران حوالين نفسه مش هيك؟ لان على يمين محور اكس زي ما جبتش جديد، لم تاتي بجديد. طيب نعطي كمان مثال، مثال ثلاثة، ثلاثة اللي هو سؤال 29 من الكتاب، بيقول find the volume of the solid، find the volume of the solid، بدنا حجم المجسم generated by revolving the region bounded by y تساوي x and y تساوي x تربيع about the y axis حوالين محور y by using
باستخدام نمرة ايه the shell method، نمرة ب the washer method، سؤال مرة ثانية بقول لي هات الحجم المجسم المتولد من دوران المنطقة المحدودة بالخط y تساوي x بالمنحنى y تساوي x تربيع والدوران حوالين محور y بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة الشيل ميثود اللي هي طريقتنا اللي قبل قليل، والثانية الوشر ميثود طريقتنا اللي هو يوم أمس الأول. باجي بقول له بسيطة، يبقى احنا نرسم وبعد هيك بصير خير. يبقى هذا محور اكس، هذا محور واي، هذا نقطة الاصل اللي هي زيرو. في ان المنحنى واي تساوي اكس تربيع، يبقى واي تساوي اكس تربيع، المنحنى هيجي لك هيك. الخط الثاني واي تساوي اكس، يبقى واي تساوي اكس اللي هو الخط اللي عندنا هذا، يبقى هذا y تساوي x، هذا y تساوي x تربيع. حصروا المنطقة فيما بينهما اللي المنطقة المظللة هذه. هذه المنطقة المظللة بدها تدور حوالين محور y، تمام؟ ما دام بدها تدور حوالين محور y، يبقى احنا بدنا نروح نرسم خط يقطع منطقة التكامل وموازن لمحور واي. يبقى لو جيت من هنا رسمت خط موازي لمحور واي ويقطع منطقة التكامل، يبقى هذا يعتبر الارتفاع الجانبي للسلندريكال شيل. كويس، بدي اعرف قديش طول الخط الاخضر هذا، بقوله تمام من هنا لهنا هذا y تساوي x، ومن هنا لهنا هذا y تساوي x تربيع. اذا هذا الخط بده يكون الفرق بينهم اللي هو مين؟ x ناقص x تربيع، هذا البعد. هذا البعد بده يكون اللي هو x اللي هو النصف قطر من اللي هو السلندريكال شيل. طيب بضلت الاكس ستتغير من زيرو لغاية ابصر قديش، يبقى بدي اعرف هنا اخر حاجة، لذلك بدي اروح احل المعادلتين هدول مالهم مع بعض. يبقى انا عندي واي تساوي اكس تربيع وعندي واي تساوي اكس، يبقى هذه بقدر اقول اكس تربيع ناقص اكس يساوي زيرو، او لو اخذت الاكس عامل مشترك بصير اكس ناقص واحد يساوي زيرو، يبقى اكس يساوي زيرو اكس يساوي واحد. يبقى نقطة التقاطع الاولى عند الزيرو ونقطة التقاطع الثانية عند مين؟ عند الواحد. يبقى بصير الفوليوم في بده يساوي تكامل من زيرو لغاية الواحد للاتنين باي اكس في الاف اوف اكس اللي هو مين؟ اكس ناقص اكس تربيع. يبقى اكس ناقص اكس تربيع، كل هذا الكلام بالنسبة الى مين؟ الى دي اكس. يبقى هذا الكلام بده يساوي اتنين باي تكامل من زيرو لواحد للاكس تربيع ناقص اكس تكعيب كله بالنسبة الى دي اكس، يبقى اتنين باي، وهذه عبارة عن اكس تكعيب على تلاتة. نرجع لسؤالنا هذا مرة ثانية اللي هو اخر مثال في هذا السكشن. قال لي هات لي حجم المجسم المتولد من دوران المنطقة المحصورة بين المنحنى واي يساوي اتنين اكس ناقص اكس تربيع والخط المستقيم واي تساوي اكس، والدوران بده يكون مرة حوالين محور واي ومرة حوالين خط موازي لمحور واي اللي هو مين؟ اكس يساوي واحد.
نيجي نرسمه بالخط المستقيم واي تساوي اكس، بدنا نيجي لهذا المنحنى. هذا المنحنى بدي طبعا بارابولا، لانه واي داله في اكس واكس من الدرجه الثانيه، يبقى بارابولا بس معمول لها شيفت. اذا بدي اعرف وين الفيرتكس بالضبط تبع هذه البارابولا، اذا بدي اروح اعمل اكمال للمربع. يبقى هذه لو جيت قلت واي تساوي، بدنا نكمل مربع، يعني قديش بدنا نضيف ونطرح؟ أربعة. أربعة ولا واحد؟ واحد. يعني أنت بتحذر تحذير؟ طيب، مشان تعرف قديش وما حدش يغلط تاني برنا، بنضيف مربع معامل إكس على أربع أمثال معامل إكس تربيع. بقول مربع معامل اكس قديش؟ اربعة. اربعة امثال معامل اكس تربيع، اربعة في واحد، تمام؟ ام هو واحد قدر ما اربعة، يبقى اربعة على اربعة بقديش؟ يبقى بضيف واحد وبطرح واحد، يبقى هذا واي بده يساوي واحد ناقص واحد زائد اثنين اكس ناقص اكس تربيع. هذا بدي اكتبه بالشكل اللي عندنا، هذا هذه الواي ناقص واحد، هذا كله بدي اخذ منه ناقص عامل مشترك، بضل اكس تربيع ناقص اثنين اكس زائد واحد. هذا معناه ان واي ناقص واحد يساوي ناقص اكس ناقص واحد الكل تربيع. يبقى هذه بارابولا والفيرتكس واحد وواحد، يبقى هذه بارابولا اوبن داون ولا اب؟ داون بسبب الإشارة السالبة، يبقى اوبن داون وذ فيرتكس اتش وكي بده يساوي واحد وواحد. يبقى لو جيت قلت هذه القيمة اللي عندنا واحد، وجيت طالع هنا هذه واحد، يبقى صارت النقطة هذه واحد وواحد. يبقى واحد وواحد تقع على الخط المستقيم، وفي نفس الوقت هي الفيرتكس وليس المركز تبع مين؟ تبع البارابولا. البارابولا اوبن داون. السؤال هو هل البارابولا تمر بنقطة الأصل؟ نعم. ليش؟ إنه لو حطيت الإكس بزيرو واي بزيرو، يبقى البارابولا هذه لو جيت رسمتها هتأخذ الشكل التالي، بالشكل اللي عندنا هذا هيك. يبقى هذا البارابولا، يبقى المنطقة اللي محصورة فيما بينهما اللي المنطقة هذه، تمام؟ يبقى من هنا بدينا الحل نمرة ايه، الدوران بده يكون حوالين محور واي قل المطلوب الاول، تمام؟ يبقى بدروح ارسم خط يقطع منطقة التكامل وموازن لمحور الدوران. يبقى هذا خط يقطع منطقة التكامل وموازن لمحور الدوران. يبقى هذا لو جيت هنا الى اسفل، هذا البعد بده يكون اكس اللي هو من نصف القطر تبع دائرة سلندريكال شيل. يبقى بدي اجي اشوف الاكس ستتغير من وين لوين. اول قيمة زيرو واخر قيمة قديش؟ واحد. يبقى باجي بقول له الفوليوم في بدي يساوي تكامل للاثنين باي اكس، وهذا الكلام من زيرو لغاية واحد للاف اوف اكس. اف اوف اكس اللي هي المسافة اللي عندنا هذه، هذه من هنا لهنا اللي هي مين؟ اثنين اكس ناقص اكس تربيع. بدي اطرح منها كمان مين؟ القيمة اللي اكس. يبقى هذه ها اللي هي الاثنين اكس ناقص اكس تربيع ناقص اكس، تمام؟ يبقى هذا في اثنين اكس ناقص اكس تربيع ناقص اكس كله بالنسبة لمين؟ الى دي اكس.
يبقى هذا الكلام يساوي 2 باي تكامل من 0 ل 1. هذه الاكس خليها برا زي ما هي، وعندك 2 اكس وناقص اكس بضل اكس واحدة، يبقى هذا اكس ناقص اكس تربيع كله بالنسبة الى دي اكس، او الفوليوم في بده يساوي هاي 2 باي برا وهي تكامل من 0 لغاية 1 للإكس تربيع ناقص إكس تربيع إكس تكعيب، إكس تربيع ناقص إكس تكعيب كله بالنسبة إلى دي إكس، يبقى هذا 2 باي في إكس تكعيب على 3 ناقص إكس أس 4 على 4 كله من 0 لغاية 1، يبقى 2 باي في تلت ناقص ربع عملناها قبل شوية 1 على 12، يبقى النتيجة باي على 6. الآن بدنا نيجي للمطلوب الثاني نمرة ب. نمرة ب بدي أعيد الرسمة ثاني، يبقى لو جينا أعدنا الرسمة ثاني وقلنا هذا محور إكس هذا محور واي، تمام؟ الخط واي تساوي اكس، هذا الخط واي تساوي اكس، جينا عند النقطة اللي هي 1 و1، هذه 1 ورسمنا المنحنى فمر بنقطة الاصل بهذا الشكل، تمام؟ يبقى هاي المنطقة اللي عندنا، الدوران بده يكون حوالين الخط اللي عندنا هذا مين؟ لو اكس يساوي 1، كويس. يبقى بدي اجي ارسم خط يقطع منطقة التكامل وموازي لمحور الدوران، يبقى هذا يعتبر من السلندريكال هايت، بدي نص القطر، يبقى هذا لو جيت نزلت من هنا وقلت هذا البعد كله اكس لانه هذه نقطة الاصل اللي هي 0، الدوران حوالين محور واي حوالين الخط اكس يساوي 1، يبقى وين نصف القطر؟ 1 ناقص اكس، ممتاز. هذه المسافة كلها وهذا هو نصف القطر، تمام؟ يبقى هذا 1 ناقص اكس، كويس. يبقى بدي يصير الفوليوم في بدي يساوي تكامل للاثنين باي 1 ناقص اكس، هذا اللي هو مين؟ نصف القطر. فميم في الهايت هذا الارتفاع، هل اختلف على الارتفاع اللي هناك؟ هو يبقى 2 اكس ناقص اكس تربيع، يبقى 2 اكس ناقص اكس تربيع ناقص اكس كله بالنسبة لدي اكس، والاكس ستتغير من 0 لغاية 1 كما هي، يبقى النتيجة تساوي هاي 2 باي وهي تكامل من 0 لغاية 1 وهنا 1 ناقص اكس، في مين؟ في الاكس ناقص اكس تربيع كله بالنسبة الى دي اكس. هذا الكلام يساوي 2 باي تكامل من 0 ل 1، بدي افك القوس هذا، يبقى اكس ناقص اكس تربيع وناقص اكس تربيع وزائد اكس تكعيب كله بالنسبة الى دي اكس، يبقى هذا الكلام بدي يساوي 2 باي تكامل من 0 ل 1، عندي اكس ما فيش غيرها وناقص 2 اكس تربيع وزائد اكس تكعيب كله بالنسبة الى مين؟ الى دي اكس، يبقى هذا الكلام بده يساوي 2 باي اكس تربيع على 2 ناقص 3 اكس تكعيب وهنا زائد اكس اس 4 على 4 من 0 لغاية 1، يبقى هذا الكلام بده يساوي 2 باي في نص ناقص تلت زائد ربع، كيف؟ تلتين هذا ولا يمه، يبقى نص ناقص تلتين زائد ربع في 2 باي،
يبقى هذا الكلام بده يساوي 2 باي المضاعف المشترك كلهم له قديش؟ 12 على 2 فيها 6 في 1 ب 6 ناقص 12 على 3 فيها 4 في 2 8 12 على 4 فيها قديش؟ 3 يبقى 3 و 6 9 يبقى 2 باي في 1 على 12 يبقى باي على 6 كذلك يبقى هذا الحجم اللي موجود عندنا لحدين استوب انتهى هذا السكشن اللي هو 6 2 واليكم ارقام المسائل يبقى اكسرسايزز 6 2 المسائل التالية من 1 لل 11 الأود ومن 15 ل 39 الأود كذلك مين اللي قال ليس بالضرورة لا لأنه هذا بيدور على شقة هذا بيدور على شقة ثانية